استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي اليوم الدكتور مؤيد يوسف مستشار الامن القومي بجمهوريه باكستان الاسلاميه الشقيقه والوفد المرافق. ورحب سمو مستشار الامن الوطني بقائد قائد الحرس الملكي بمستشار الامن القومي بجمهوريه باكستان الاسلاميه الشقيقه والوفد المرافق له. حيث تم استعراض علاقات التعاون المتميزه والتنسيق الثنائي المشترك بين مملكه البحرين وجمهوريه باكستان الاسلاميه الشقيقه على كافه الاصعده والمجالات، وخاصه فيما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي المشترك، مؤكدا سموه على اهميه تعزيز وتطوير سبل التعاون الثنائي وفقا للرؤى المشتركه وبما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.